تكتب مصحح المكسرات؟ صدق خلونا نحكي لكم صدق يا عيال، بما ان جبنا طاري البلاد وجبنا شيباننا جبنا، انا عندي الحين في المغرب وقت المغرب يجون شيبان طال عمرك من البلاد بعد ما يسقونها. طبعا الحين صارت العشاء، احنا نتكلم عن صلاه المغرب. يجي واحد طال عمرك ياخذ قهوه يتكي بعد ما يسقي البلاد طال عمرك من شرحه خاطره، اللي يضيق بخاطر طال عمرك تلاقي طال عمرك معزه ولا ناقه ضاعت، يقعد خاص مهموم فيها ما يتقهوى نهائيا. ونفسك على طول يجي طال عمرك تعال يا ولد روح يا ولد سوالي في شيبان. هذه بالعاده بعد المغربيه استكنات. عندنا شيبان بعد العشاء الله وكيلك. عندكم شيبان؟ اي بلا عنده شيبان. احنا ما عندنا. ما عندكم بني ادمين. انت شايف تبغى الصدق. انا اذا بتكلم لك عن فخذنا انت الحين شوف انا شايف ما عاد عندنا شيبان. لا صدق